جت من قرية صغيرة في الجيزة اسمها الوردان للقاهرة علشان تدرس في آداب عين شمس. لعبت الصدفة معاها في كل مراحل حياتها. فجأة لقت نفسها في إعلام بدل آداب. اتخطبت لمصطفى وقرروا الاتنين يساعدوا بعض علشان يبدأوا حياتهم. سكنها في بيت طالبات ما كانش عائق بالنسبة لها انها تعمل مشروعها الخاص، ومن خلال الموبايل اللي في ايدها قدرت تسوق منتجها وتكون قاعدة كبيرة من الزبائن. انا سمر سلامة، عندي 22 سنة، بدرس اعلام شعبة اذاعة وتلفزيون من محافظة الجيزة قرية وردان. حد بقى بيساعدك في الشغل ده غير مصطفى خطيبك ولا بتعتمدي على حد تاني؟ لا، مفيش حد تاني مش بيساعدني، هو مصطفى بس اللي بيساعدني. بس انتي مالكيش مكان ثابت بتبيعي فيه صح؟ لا، مفيش مكان، وانا المكان زي ما قلت لك بالنسبه لي في كافيه مثلا في البيت، في كافيه لو مع مصطفى لو هنعمل شغل مع بعض او حاجه، في البيت لو انا هعمل لوحدي. طب بالنسبه للتسويق بقى بتعتمدي على ايه؟ هو انا زي ما قلت لك التسويق بالنسبه لي اونلاين، دي اول حاجه. تاني حاجه عشان انا يعني ازود الطلب على الحاجات بتاعتي كتير، كنت بنزل مثلا محلات في مولات او حاجه، محلات يعني تكون تفهم حاجه زي كده، موضوع الاكسسوارات الهاند ميد، فبنزل وبتعامل معهم كجمله بقى. فهو يا اما محلات يا اما اونلاين. طب واللي بيوصل بقى، يعني زي مثلا حد دخل كلمك على البيج اللي انت عاملاها، مين اللي بينزل يودي له الحاجه؟ هو انا التوصيل بالنسبه لي بيبقى مترو، فطبعا مصطفى هو اللي بينزل بيقوم بدور التسويق التوصيل يعني وكده. يعني انت بتعملي ومصطفى اللي بيوصل لو حد من صحابي؟ طبعا انا اللي بديلهم. يعني ما بتواجهكيش مشكله ان حد مثلا طلب منك حاجه وتعبتي وقعدت تعمليها وفي الاخر جه قال لك لا انا مش عايزها؟ هو انا واجهني الموضوع ده قبل كده، ان حد يطلب حاجه وبعدين يجي يوم التوصيل ما يستلمش او حاجه، فالموضوع ده كنت بعاني منه كتير، ففكرت في حته ان ممكن مثلا اطلب نص المبلغ او حاجه كبريد فودافون كاش اي حاجه عشان اضمن برضو الحاجه دي ما تروحش، لان الحاجه بتبقى معموله مخصوص عشان حد ده، ما بجمعش حاجه واركنها مثلا، تبقى بالطلب بس. يعني انت هدفك ان انت تكسبي زبون مش تكسبي عائد مادي؟ اه بالظبط، اصل انا هكسب زبون هيجي من وراه عائد مادي، فالحاجتين متصلين ببعض. طب انت ما فكرتيش ان الموضوع ده وانت في بدايتك يعني هيبقى مكلف، بحيث ان انت لما متقلليه في سعر الحاجه علشان تعوضي حاجه تانية؟ هو الموضوع بيبقى كده، بس مش في كل حاجة، يعني في حاجات بان انا بنزل مثلا في سعرها بتاع، في حاجات تانية بتبقى يعني معروضة بسعر اعلى، فانا نزل منها حاجة بسيطة وبيرجع لي العائد ده برضو. طب انت ليه ما فكرتيش تشتغلي حاجة تبع دراستك؟ انت في اعلام. طب ليه ما فكرتيش بقى في حاجة ده بعيدا تماما عن مجال دراستك؟ هو انا فكرة الاكسسوارات لما جه في دماغي وبدأته وحبيته جدا، فما حبيتش ان انا اتجه لأي شغل تاني او اي حاجة تاني، هو اغنانا عن كل حاجة بصراحة. الاول ناخد على مقاس الايد عشان الموضوع يبقى ايه مريح. طبعا بتسيبي مسافه علشان تعرفي تدخلي الخرز او حاجه. طب انت ليه بقى استخدمتي الخيط ده ما استخدمتيش التاني؟ ده عشان استك الخيط السناره بيبقى جامد مش هيروح ويجي معاكي. لكن ده ممكن فهيروح ويجي معاكي. هو انت بتاخدي مقاسات الاوردرات اللي بتجيلك ازاي؟ بصي، هو موضوع الاستيك ده بيبقى مريح في مثلا ايديها رفيعه ايديها تخينه شويه بتاع، فبيبقى مريح في حاجه زي كده يعني. بقيت على ايدي يعني احط زي دي ولا اعمل ايه؟ لا احط زي دي. اوكي.
وبنتي ان شاء الله متخرجي ناويه تكملي؟ هو انا ناويه ان شاء الله ان انا اكمل المشروع ده بعد ما اتخرج برضو، ان هو تبقى حاجه جنب الشغل بتاعي، الشغل اللي هو بالشهاده بتاعتي، وتبقى دي حاجه بالنسبه لي تسليه برضو، واكملها واكبرها اكتر. عملتي ايه عشان تكبري مشروعك من ساعه ما بداتي؟ هو انا عشان اكبر موضوع الاكسسوارات وكده بعمل مسابقات على الفيسبوك وعروض على اكسسوارات عندي، مثلا اخد 2 مش عارفه بسعر كذا، سعر قليل، وبشير المسابقات دي على مواقع كتير، فبيجي لي بقى ناس كتير على الفيسبوك، وبقى في يعني بيكبر الموضوع المصطفى اكتر، يعني البيتش وكده. كل ده انت من افكارك؟ بصي هو ده من المصطفى اللي عامله كله بالاسوره، مصطفى اللي عامله ده في برضو، ده برضو مصطفى اللي عامله، يعني في برضو هو اللي عامله برضو. حاجة زي كده برضو انا جايبها برضو من دماغي. حاجة زي دي برضو سيمبل قوي، دي جايبها برضو من دماغي. دي جميلة قوي، بس الحاجات دي بتصدي؟ لا دي ألمونيوم، الألمونيوم ما بيصديش. انا زي ما قلت لك بجيب خامات كويسه عشان برضو كسمعه، يعني خامات بتفرق. انا بقول لك بتبقى قليله يعني من ده، بس بتقطع بسرعه مسافه ما تعملي البتاع وتشديه روح قطع معاك على طول. انت اصلا بتجيبي الحاجات منين؟ بجيبها من شارع المزين من العجل. انت مين عارفه دي الاماكن دي؟ انت اصلا مش من عرف لي كل حاجه. بس والله كويس، كويس ان هو البص بيديكي بوزيتيف انرجي، فدي حاجه كويسه ان هي تخليكي اصلا تقدري تكملي. يعني نادره لما نلاقي حد واقف في ظهرنا لا واعمل بتاع، بجد ربنا يخليكم بعض والله العظيم، ويكرمكم كده وهو في مشروع. هو اللي شجعني الصراحه، انا الموضوع كان في دماغي، بس انا محتاجه ان حد يزقني هو اوقات لما بيجي عندنا البيت مثلا يوم زياره عندنا البيت، بنقعد نحط مع بعض الحاجات ونعمل مع بعض وده. بس انتوا بتعرفوا توفقوا ما بين شغلك وشغله والشغل ده صح؟ طبعا، يعني مثلا وقت فاضي في نروح نقعد في كافيه مع بعض، نعمل لو مطلوب منا طلبيه كبيره او حاجه اوردر كبير جاي عندنا يوم شويه كده شويه كده، عشان ما يبقاش برضه كل حاجه كل شغل. بس ابقى قاعده بالليل مثلا مش عارفه اعمل حاجه. بصي الموضوع اصلا الصور ده او موضوع الاكسسوارات الشكل، ابقى قاعده على السرير ماسكه التليفون فجاه تيجي شكل صوره حاجه أو شكل معينه حاجة في دماغك، لاني قمت فرشت الحاجات بتاعتي وقعدت عشان اعمل. فلا الموضوع ممتع جدا. وبعدين انا بالنسبه لي علشان برضه الجامعه وكده كل الشغل موجود الصبح، فانا ما ينفعش ان انا اسيب المحاضرات بتاعتي طبعا. فالموضوع ده بالنسبه لي بعد ما ارجع براحتي اتغدى واقعد ابدا فيه بقى، فالموضوع في نفس الوقت انت لو انت هاويه الحاجه دي وكل ما حبيتي الحاجه دي كل ما انت هتبدعي فيها جدا بالظبط وهتطور. انت بتقولي كنت الاول بجيب صور من على النت وبجيب حاجات من على النت، وبعد كده بقيت اعمل لوحدي، بجيب فيديوهات عشان اشوف الحاجه دي بتتعمل ازاي عشان اقلد الحاجه. بعد التقليد ده وصلت ان انا لا انا بفكر اجيب حاجات ازاي بعملها لوحدي بتاع الشكل يجي في دماغي اقوم اعمله كده. والافكار هي بقت تجيلك عشان انت حابه الموضوع. الموضوع حبيته جدا بصراحه، هو شجعني كتير. انت بتصرفي على نفسك المشروع ده ولا ده بره؟ لا بصرف على نفسي فيه يعني، بس بابا طبعا ايجار. في حاجات هنا افكارك صح؟ انا كنت الاول بعتمد على موضوع الصور زي ما قلت لك، ممكن اخلي من عندك احط ايه بقى واحده. كنت بعتمد الاول على الصور وكده، وبعد كده بقيت يعني اعمل من دماغي. واهم حاجه زي ما قلت لك موضوع الفلان ده لازم تقفلي كويس علشان ما اخدهاش وترجع تتفرج. وعادي بصي انت مهما تعمليها مش هتقطع معاكي، هو الاستيك ده ما بيتقطعش. انا جايبه بجيب الخامات كلها، مش مهم عندي السعر بس المهم الخامات تبقى كويسه. تقريبا ما دفعتش في الخامات دي فلوس خالص، يعني مصطفى هو اللي بيبقى ينزل مثلا انا معايا كذا يلا ننزل نجيب خامات كذا، فاهماني؟ او الفلوس اللي تيجي من اوردر معين ننزل نجيب بيها، هو يزود عليها. لا الموضوع حلو، الموضوع حلو عشان مصطفى اللي بيدفع. ايوه لا عشان بيشجعني على الموضوع، هو اللي انا نفسي فيه، ويعني بشتغل عليه الفتره دي ان انا اعمل محل، ان يعني انا يعني اجر محل صغير مش مهم يكون كبير، يعني يبقى حاجه صغننه كده، يبقى كله هاند ميد، اكسسوارات هاند ميد انا ومصطفى اللي عاملينها بس، وهنسميه زجاجه. طب وانت مش عامله مشروع طبخ ليه؟ لا ما هو انا بحبه بس اللي هو الاكسسوارات اكتر. وانا عندي انا بحب الطبخ برضو بس بحب اكل بقى. في الساعتين مصطفى في العربية. انا عايزه اقول لك ان انا بروح الجامعه بخلص مثلا اروح طالع افضل قاعده معاه لو هساعده في حاجه. بس انا عايزه اشوفك اعلاميه كبيره بقى. كنت في الرغبات عايزه علاقات عامه رئيسي واذاعه فرعي.
جيت بعد كده هم دخلت الانترفيو طبعا بيسألوني حاجات كتير وبقرأ نشرة وكده, فجيت عجبتهم في الموضوع ده والأسئلة بقى عامة وجاوبة, فجوهم راحوا محوليني إذاعة تلفزيون. كنت مضايقة جدا, اللي عايزة أدخل علاقات عامة واشتغل في شركة ديزاين بقى وكده, حابة الموضوع ده جدا, كنت باخد كورس جرافيك كنت شغالة في الموضوع يعني. جيت بعد ده بقى ايه, بابا قال لي لا تقبلي وربنا ما بيعملش حاجه وحشه وكده. انا فعلا لو كنت دخلت علاقات كنت مش هعرف اكمل, بس موضوع الدراسه ده يتوسع معايا اكتر من ناحيه ان انا يعني اعرف اكتر في الدراسه كاخراج ومونتاج وكده.